إذا دابا غادي نشوفو التمرين الثاني، طبعا في الهندسة الفضائية. الموضوع كيقول لنعتبر في مستوى بي الذي معادلته جوج إكس ناقص زد ناقص جوج كتساوي زيرو، والفي كأس التي معادلتها دونك إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري زائد زد أو كاري ناقص جوج زائد جوج إكس ناقص جوج زد ناقص سبعة كتساوي زيرو. أول سؤال كان هو تحديد حدد بين أن مركز في الكأس هو أوميغا كيساوي ناقص واحد صفر واحد، وأن شعاع آخر كيساوي شحال ثلاثة. إذا أنا على بركة الله نبينوها كيفاش غادي نديرو لها. دونك غادي السؤال ساهل، الشوكولا في متناول جميع التلاميذ، ولكن أنا التلاميذ حذاري كديرو بعض الأخطاء، أنك مكتعطيش هاد الشرط هذا اللي هنا، دونك مباشرة كتبدا بهذا الشيء. دونك هذا خطأ كبير يقدر يضرب عليه المصحف في نهار الامتحان، فلذلك حاولوا أنكم ديروا إم إكس إيكغيك زد. دونك واحد النقطة كتنتمي في الكأس بشرط ثم غادي كتخرج. اوكي دونك انا شنو كنديرو دائما، كنجمع لي زيكس بوحدو دونك اكس او كاري زائد جوج اكس، وملي كنجمع دوك اللي فيهم او كاري ما كنردش ليهم بال، ولكن هاد العدد اللي هنا شنو كندير دائما كنقسمو على جوج كيعطيني شحال واحد العدد واحد هذا في الوسخ الشباب. دونك واحد او كاري شحال سي واحد، الوغ هاد العدد كنزيد وكنقص، صافين كنزيد زائد واحد ناقص واحد صافي زائد كنمشي على الاخرى حتى هي كذلك ومثال. دونك ايكغيك دو كاري الو هنا ايكغيك ما عنديش، اذا ما نزيد ما نقص، ما عنديش الاخر اللي معاه، الو هنا ندير زد او كاري ناقص جوج زد. الو نفس الطريقه عاوتاني، غنمشي للوسخ ديالي كندير ناقص جوج على جوج كتعطيني شحال سي ناقص واحد، او كاري كتعطيني شحال هي واحد. الو شنو غادي ندير، غنزيد ونقص عاوتاني واحد صافي، دونك زائد واحد ناقص واحد ناقص هاد العدد اللي عندي الاخراني اللي هو ناقص سبعة كتساوي زيرو. الوغ هنا الشباب كنرجع عاوتاني، اذا كنقول لي عندي اكس ناقص، الوغ هنا اكس شنو كندير، خصني نحط حدا شي حاجة. دونك هاداك شنو الحاجة اللي غنحط هي هادي اللي عندي هنا، كنحطها بالاشارة اللي فيها. دونك شنو كندير لها، كنرفعها او كار زائد كنمشي عند دابا اش عند ايكغيك، ايكغيك ما كانش عندنا سيتادير ما زدنا والو، اذا ما زدنا حتى حاجه كندير زائد صفر ولا بيان ناقص صفر اللي بغيتي، زائد كنمشي دابا عند زد الوغ كنحط زد صافي، كنحط هاد العدد هنا ناقص واحد لو تو او كار، والاعداد اللي بقاو دونك كنحسب هادوك اللي فيهم نقصت منهم غير اللي ناقصين. دونك هذا مع هذا مع هذا غادي يعطيني شحال، هو ناقص تسعة، ندوز للطرف الاخر غادي يعطيني شحال زائد تسعة، وبالتالي اوميغا ديالنا كتساوي شحال عكس النقاط هنا سيمو عكس الاشارات. دونك واحد صفر زائد واحد، دونك بالضبط داكشي طالبين مني. و اخ شعاع كتساوي شحال، هو جذر السعود دونك كتساوي شحال سي تلاتة. انا هادو اللي فيهم زائد زائد ناقص، هادو اللي فيهم زائد ما كنكالكيوهمش، يعني كنشوف اللي فيهم ناقص ملي كنحسبهم فقط. دابا سيدي ندوزو السؤال الثاني. الو السؤال الثاني سؤال شبه الشوكولا، عزيز عليا بزاف ديال التلامذة في البكالوريا، هو نحسب المسافة أوميغا عن مستوى بي. ألوغ هنا النوتاسيون ديالو هو هكا، دونك باش يمكن لي نحسبوه شنو كندير، خصني تكون عندي معادلة مستوى باش نجبد منها واحد المنظمية. دونك أنا كنحتاج للحساب دونك واحد المنظمية إن صافين، هي اللي المعاملات ديالو قدام معادلة المستوى. المستوى اللي عندنا هنا عطاونا في التمرين هو بي، قالك نعتبر بي مستوى الذي معادلته هاد العجب هذا. انا شنو كندير، انا كنخرج المعاملات هما اللي قدام اكس و ايكغيك و زد. دونك بحال انا عندي اكس حاجه شنو قدامه سي جوج، ايكغيك في العلبه الصوتيه ديال صفر، زاد عندي شحال سي ناقص واحد، وكنحتاج عاوتاني واحد اللعيبه ديال دي اللي هي اخر طرف اللي هي ناقص جوج صافي. وكنحتاج سيدي اش واحد اوميغا ديالنا، اوميغا عندنا في التمرين هي ناقص واحد صفر واحد، خرجناها في السؤال الاول. عرفت شنو غندير دابا، هنا كنضرب هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا وكنقص منهم قوش لك هذا. دونك هي شحال، نمشيو بعد دونك جوج ناقص واحد صافي زائد صفر في صفر، دونك صفر في صفر زائد عندي اش ناقص واحد في واحد ناقص اثنان اللي هي دي كنزيدها طبعا هنا هادي اللي عندي. قلت شنو كندير، كندير المنظمي اوكاري صافي، ناقص واحد اوكاري زائد صفر اوكاري زائد واحد اوكاري. اوكي نمشيو سيدي نحسبو هاد العجب هذا كامل. دونك هنا عطانا سي موان دو، خصني نخلي القيمة مطلقة شباب. دونك بعض الاغلاط كيديرو التام كيديرو بحال هكا،
لا راه قيمة مطلقة، راه بحال هكا في المشروع في شي حال وطني دير بحال هكا كيضرب لك على الجواب صافي. نحاول نكتبو مزيان الشباب، لأن الكتابة جد جد مهمة، شحال من بزاف ديال التلامد كيمشي كيدوز كيخرج كفرحان كيقول الله عند رب 19 كيلقاها ولا 12 بسبب أنه ما كيكتبش. فإذا تحاول تكتبو مزيان لو سيبون الشباب قلنا الناس سمحوا لي كنا نديرو منظمي أوكاري، دونك هنا جوج أوكاري يا ثنيا أربعة، هنا صفر هنا موانز أوكاري، دونك هنا المنظمية. الو عطينا ناقص جوج أوكاري بآلة حاسبة هي أربعة، هادي تاهي صفر وهادي تاهي عطينا هي واحد. الو فوق سيدي غادي يعطينا هو ناقص خمسة، والتحت غادي يعطينا شحال جدر خمسة. الو القيمة المطلقة حيت المسافة ديما كتكون موجبة، ما كتكونش المسافة سالبة. ما عمرك كنقول مشيت للدار البيضاء ناقص 3 كيلومتر ساعة، خاصها تكون دائما موجبة، لأن خاصني نحيد القيمة المطلقة ترجع شحال موجبة، يعني خاص المسافة دائما تبقى موجبة. دونك تبقى جدر خمسة، هي خمسة على جدر خمسة، وجدر خمسة على خمسة كنطبقو على واحد اللعيبة ولا بآلة الحاسبين اللي في المبسطومة قبل تعطيك دونك جدر أ على أ مباشرة، دونك هو جدر أ. إذا هذا طلعنا شحال هي جدر خمسة. ألو إذا لا ديستونس ديال أوميغا عن بي خرجت لنا شحال جدر خمسة عشان نحتاجوها من بعد. السؤال الثالث قالك أسيدي بين أن شعاع الدائرة هو اثنان، الو هاديك الشعاع الدائري اللي كنا قبيله هو اثنان. الو باش نحسبو الشعاع تاع الدائري كاين واحد العلاقة في الرياضيات، دونك نجي كنقول لينا لدينا بوتي تاغ، دونك اللي هو الشعاع تاع الدائري شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هو اغ كاغي ناقص لا ديستونس ديال اوميغا عام بي اللي ديجا حسبناها او كاغي. اوكي سيتي نعم نعوضو كل حاجة بقيمة، دونك ثلاثة او كاغي ناقص دونك دي ديال اوميغا اون كاري راه خرجت لنا هي جدر خمسة، او عندي جدر خمسة او كاري. حاضر الشباب انكم تقلبوهم، دونك خصهم تحطو بحال هكا. او عطيناه شحال ست تسعود، الجدر بحالو بحال مع اتصالات المغرب مكنحملهاش. الو هنا الجدر جدر او كاري كطير تبقى عندي خمسة، معندش هاد الحاقة ديال او كاري طير الجدر الكبير كدا طير هاد الجدر هذا اللي عليه اوس. عطيناه شحال سي جدر اربعة، لي شحال لي اثنان، وداكشي هو اللي مطلوب. إذا السؤال أيضا في سياق السؤال جا قالك أسيدي واحد لينا مثل إحداثيات نقطة أش مركز الدائرة ساب ونسيان. إذا هنا ديجا المعطيات السابقة عندنا بي يقطع الفي الكأس وفق دائرة شعاعه وبتاعه ومركزها قالك راه هو هاد النقطة أش. دونك حنا كنعرفو أن هاد أش هادي كتمثل ثانيا مسقط العمودي لي أوميغا على مستوى بي، يعني هادي اللي كنديرو بحال إسقاط عمودي كلير. الوغ هنا الا كانت بحال هكا دونك كنحددو باستخدام تمشي بارامتر، كنتمشي بارامتر خصني مستقيم. حنا كنعرفو ان عاود تاني في الكور شفتو ان كاين واحد المستقيم اللي هو غادي يقطع كيقطع المستوى صافين، دونك كيقطع المستوى بي، دونك غادي نسميه داتا. الوغ هاد اش شنو كتبت؟ كتبت هي نقطة التقاطع ديال من ديال دي مع بي صافين مع المستوى. الو هنا خصكم هادشي كامل نقولو اليوم باش اننا نسمح لينا نحدو نقطة شي احدى التماثل. دونك الجملة اللي نعطيكم ضروري الشباب خصكم يكون عندكم في الوجود ديال الامتحان، حيت بعض التلاميذ كيدير تمشي بارامتر نيشان وكيعوض وهذا خطأ كبير، يعني خصني نعطي الهضرة عادة كندير تمشي البارامتر عادة كنعوض. دونك نشوفو هاد الهضرة شنو هي. الهضرة خصني نقول لي لدينا اش هي المسقط العمودي عفوا العمودي على لأوميغا عفوا أو لأوميغا على مستوى بي. يا ريت ترجعوا لعدنان تاني راه كاين شرح مفصل للهندسة الفضائية. إذا كما قلنا اش كتمثل هي شنو هي؟ دونك هي نقطة تقاطع مستوى بي والمستقيم. دونك نتوما في الشباب نهار الامتحان عندك حق تسمي المستقيم اللي بغيت مادام ما عطاكش هو تمشي البارامتر ديالو، بحال انا سميتو دي تعال نعطيو دي متفقين. المار طبعا حشرة غادي يمر كما كتلاحظوا في الشكل من اوميغا، مار من أوميغا والعمودي والعمودي على المستوى ب، عمودي على مستوى ب. أو إذا كان عندنا الدي يمر
من أوميغا. خصنا واحد المتجه منضمي، يعني كما كتلاحظ هنا كتكون عندنا متجه منضمي ديال المستقيم. هذه هي ديك ان، كتكون موازية مع تعرفين شنو، كتكون موجهة أيضا ب. كنقول ولدينا الدي يمر من النقطة أوميغا و ان للإحداثيات ديالها. دونك منضمية يمكن خرجنا حسبنا بها لا ديستونس، خرجناها من بي كتبوها كنعقلو، هما الإحداثيات عندنا دونك هما جوج صفر ناقص واحد. ما لا متجهة موجهة، كتكون هي متجهة الموجهة لهذه لهذا المستقيم. إذن تبتيل بارامتر يكون عندي بحال هكا، إذن تبتيل البارامتر هو هذا سيدي. طبعا يكون عندي رد بحال هكا، الو اكس يكراد زد. الو هنا هاد الشيء شنو كنحط؟ كنحط النقطة اللي كيمر منها. شنو هي النقطة اللي كيمر منها؟ ها هي أوميغا. أوميغا عندنا شحال؟ ناقص واحد. كنحطو صفر ما كنحطوش، دونك هنا نحطو صفر ماشي مشكل. يلا دونك صفر هنا واحد. ديما هنا كتحط النقطة اللي كتمر منها. الو هنا كندير تي هنا تي هنا تي. دابا تي شكون كنحط حداها؟ كنحط حداها متجهة منضمية هادي اللي هي موجهة بي. الو مع تي ينتمي إلى ا. دونك هذا هو التمثيل البارامتري للدي المستقيم. الو نقادو هنا التمثيل البارامتري ديالنا. دونك عندنا اكس طبعا هنا عندي موان واحد زائد جوج تي. الو ايكغريد كلها كتساوي زيرو، يعني عندي زيرو زائد كتساوي شحال؟ سي واحد ناقص تي مع تي ينتمي الى اخر. فوالا دوتنا هو المستقيم. دونك سمينا انا سمينا ما سميناش داتا سميناه دي. دونك تمشي بارامتر ديالو. الو شباب شنو غندير دابا باش نحدد اش اللي كتنتمي من الاش اللي عندنا؟ هي تقاطع ديال دي مع بي. اش كنقول؟ كنقول يوجد عدد حقيقي دي ينتمي الى اخ. تعرفين الو هنا كندير اكس. الو هنا شنو غنشد؟ ناخذ المعادله ديال المستقيم اللي كانوا عاطينا في الامتحان وغنجيبها مع التمثيل البارامتري. الو المعادله اللي كانوا عاطينا هي جوج اكس ولا جوج اكس ناقص زد ناقص جوج كتساوي صفر. الو هنا الشباب غنسمي في نهار الامتحان، نسمي لي هذه واحد جوج ثلاثة أربعة. وغادي نجي نقول ليه نعوض. دونك ليه نعوض؟ واحد جوج ثلاثة في أربعة، يعني غنعوض هاد الإحداثيات باش يمكن ليا نقطي، باش يمكن ليا نرجع نتمشي بارامتري ونحدد اش. إذا فوالا عندي هنا في المعادلة ديال بي يعني في أربعة غادي نعوض باش عندي هنا جوج. ألوغ جوج إكس شحال كتساوي في تمشي بارامتري؟ كتساوي ناقص واحد زائد جوج تي فوالا ناقص الزد. دونك زد عندي هي مجموع، إذا خصني ندير قوس باش نحمي الإشارة ديالتي، زائد تي طبعا عندنا ناقص اثنان. دونك شنو درت عندنا؟ والو شديت هادي عوضتها بهنا وهادي عوضتها هنا، دونك هادشي لي درت. ألوغ درت هنا كتساوي شحال؟ تساوي زيرو. دونك هنا نحاولو أننا ننشرو، وعطينا هي ناقص جوج زائد ربعة تي ناقص واحد زائد تي ناقص جوج كتساوي صفر. الو ناقص داخل على قوس كتغير ما بداخل القوس. نحسبو دابا عندنا ناقص جوج ناقص واحد ناقص جوج كتعطينا ناقص خمسة. دونك ربعة زائد تي ربعة تي زائد تي كتعطينا شحال؟ سي خمسة تي تساوي صفر. الو نحاولو نلقاو هادي كتعطينا شحال؟ ندوزو ناقص خمسة الطرف لاخر خاصني نلقى تي شحال كتساوي؟ كتعطينا شحال؟ سي خمسة. كتغير الإشارة ديالتها. دونك تي من بعد كنقسم خمسة على خمسة كتعطينا شحال؟ سي واحد، يعني تي شحال كتساوي ليا؟ واحد. الو باش كنلقى إحداثيات ديال اش
باش كنلقى اكس اش ايكغريك اش وزاد دو اش، غادي نرجع في التمثيل البارامتر ديالي وغادي نعوض بلاس دي باش بواحد. امشي يلا، دونك هنا ناقص واحد زائد جوج فوا واحد، الو الى حسبتو هادي كاملة تعطيكم شحال؟ سي واحد. الو هنا عطانا شحال؟ سي زيرو، اذا غيبقى عندي زيرو. وهنا ايضا اللي عوضناها عطانا هي واحد ناقص واحد عطانا شحال؟ سي زيرو. اذا اش هي شحال؟ سي واحد صفر صفر.